اهلا بيك في نطاق وناس، معاكم احمد عمرو. فيديو النهارده عن بدايل للسكر، دي كانت من الكومنتات الحلوه اللي احنا شفناها في الفيديو. موضوع فعلا مهم، موضوع فعلا ناس كثيره محتاجاه. اول بديل هو العسل الطبيعي او الرو هاني، يستحسن طبعا يكون اورجانيك. المشكله الوحيده في العسل ان هو بيبقى فيه غش كتير، يعني ممكن من ضمن انواع الغش في العسل ان هم بيبقوا خلطينه بميه وسكر، او في طريقه تانية خالص ان هو العسل يبقى خارج من النحل 100%، بس النحل نفسه بيبقى متغذي على ميه وسكر، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي فيتامينات او معادن زي العسل الطبيعي. لو هننصح بنوع عسل طبيعي، ممكن تجرب حاجه اسمها مانوكا هاني، هيبقى الصوره بتاعته زي ما احنا شايفين، اكتر نوع ممكن يكون مضمون في رايي. تاني بديل هي حاجه اسمها ستيفيا. ستيفيا دوت بيبقى نبات طعمه مسكر اكتر من السكر من 100 ل 200 مره، والحلو في الموضوع ان هو ما فيهوش اي كالوري، زيرو كالوري. بس مش معنى كده طبعا انا احط منه 10 معالق، لا، يعني الاعتدال هيبقى كويس، لان برضه ليه اثار سلبيه لو انا خدت منه كتير. الستيفيا كمان مفيد بالنسبه للهضم، مفيد بالنسبه للمعده، ومفيد جدا لان هو بيساعد الناس ان هي تاكل اقل. يعني لو شربت مثلا شاي اخضر او حاجه زي ديت عليها ستيفيا، كلت بعديها هتلاقي نفسك بتاكل كالوريز اقل من غير ما تعد كالوريز، من غير ما تحسب الكلام ده. في بعد كده عندنا ده اكتر حاجه انا بحبها شخصيا، زيت جوز الهند الكوكونات اويل، بيدي لك طاقه فوق ما انت متخيل. طعمه حلو جدا مع القهوة أو مع الشاي أو مع أي حاجة، ممكن تحط منه معلقة قبل التمرين مثلا، وهتحس بفرق في الطاقة بتاعتك وفي التحمل بتاعك أكتر بكتير من قبل كده. ومن أكتر الحاجات الفعالة اللي هي بتقضي على الشوجر كريفنج، أو لو أنت نفسك في حاجة مسكرة، نفسك تاكل حاجة فيها سكر، وخدت معلقة من زيت جوز الهند دوت، بتلاقي الكريفنج ده راح تماما. الحاجة الأخرانية هي مش تحطها على شاي، مش تحطها على أي حاجة، بس لو عندك شوجر كريفنج هي هتبقى مفيدة جدا، هي التمر. التمر انا عارف ان هو فيه سكر كتير، بس ما ننساش ان هو مليان بوتاسيوم، مليان مغنيسيوم، مليان الياف، مليان فوائد لا تحصى. طيب وفي نهاية الفيديو طبعا احنا مغيرين شكل التصوير شوية، خلينه بالطول، لان معظم الناس اللي بتتابعنا من الموبايل، فقولوا لنا ايه رأيكم في التصوير الجديد، هل ده احسن ولا نرجع نصور زي التصوير القديم؟ فيعني ادولنا فيدباك، ادولنا فكرة احنا شغالين صح ولا لا. اللي عايز برنامج في البيت في كل العدات والمجموعات، مش محتاج اكتر من عقلة وكرسي عشان تنفذ التمرين، مدته 3 شهور، هيلاقي الرابط في الشرح.